أكدت قناة سكاي نيوز العربية أن أمن الدولة في قطر اقتحم قصر الشيخ سلطان بن سحيم الثاني في الدوحة بعدما أعرب في سياق في وقت سابق عن دعمه لاجتماع وطني لتصحيح الأوضاع في قطر بعد أن تمادى النظام القطري في دعم الإرهاب والتآمر على دول المنطقة. وأوضحت القناة أن قصر الشيخ سلطان بن سحيم الثاني في الدوحة تعرض لاقتحام مسلح نفذته وحدة من قوات أمن الدولة القطري مساء الخميس الماضي. وقد صادر أمن الدولة في قطر جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان بن سحيم والأرشيف الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسة هامة. كما استولت السلطات القطرية على كل الأختام والصكوك والتعاقدات التجارية التابعة للشيخ سلطان، مما يشكل خطرا بتزويرها والإضرار به وفق ما ذكرت المصادر. وأقدم عناصر أمن الدولة في قطر على الاعتداء واعتقال العاملين في قصر الشيخ سلطان خلال الاقتحام. كما اقتحم عناصر أمن الدولة في قطر الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسري أرملة الشيخ سحيم والدة الشيخ سلطان، وصادروا كل الصور الشخصية والعائلية الخاصة بالشيخة منى الدوسري، بالإضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال. وتشكل مصادرة واستيلاء أمن الدولة القطري على الصور والمتعلقات الخاصة بالشيخة منى الدوسري تعديا صارخا على خصوصيتها وسابقة في المنطقة. واقتحام قصر الشيخ سلطان الموجود خارج قطر ومصادرة ممتلكاته الخاصة وتجميد حساباته هي ثاني عملية خلال أسبوع بعد تجميد حسابات وممتلكات الشيخ عبد الله بن علي الثاني.